أقيمت في العديد من الكنائس والجمعيات الخيرية في المملكة العديد من البازارات السنوية المعتادة إلى جانب إضاءة شجرة الميلاد. التقرير التالي يسلط الضوء على عدد من هذه البازارات التي أقيمت خلال الأيام الماضية. في أجواء ما زالت تعيشها ربوع مملكتنا الأردنية الهاشمية باستقبال عيد الميلاد المجيد وتحضيراته البهية، افتتحت العديد من البازارات الخيرية وأضيئت الأشجار المزينة لنستعد لاستقبال طفل المغارة. ففي كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس في عمان افتتح سيادة المطران مار ساويريوس ملكي مراد وعطوفة الفريق المتقاعد عيسى حنا جريس بازارهم الخيري 27 وسط حضور بهي من أبناء الرعية وزوار البازار. نشكر الله على هذه الأمسية وعلى هذا البازار الذي جمع مجموعة طيبة من المؤمنين السريان والمسيحيين وحتى بعض الأخوة المسلمين المشاركين في هذا البازار. إنها مناسبة جديدة وسعيدة لتجديد أواصر الأخوة والعلاقات الطيبة بين المسيحيين وبين السريان والمسيحيين والمسلمين. نجدد هذه العلاقات لكي نقدم لله تعالى شعبا مؤمنا، شعبا أصيلا، ومواطنين صالحين. والمهم في هذا البازار أنه المشاركة فيه كانت من كافة الشرائح بعمان وبالأردن بالأخص، كمان يعني في ناس جاي من الكرك، في ناس جاي من مادبة، كافة الشرائح الموجودة عندنا بالأردن. أنا بدي أشكر قناة نورسات اللي بتوصل صوتنا للعالم كلياته وبتفرجي للناس كلها قديش في جو محبة. كل سنة بيكون في عنا بازار لعيد الميلاد، ونحن لجنة سيدات الكنيسة بنجتمع كل أسبوع وبنشتغل مع بعض، نعمل عمل أشغال يدوية زي ما شايفين أغلب المنتوجات اللي على الطاولة شغل إيدينا، وطبعا نحن ريع المنتوج تبعنا للجمعية ولمساعدة العيال. This is all of these products are made by Hope Workshop. The ladies who work at Hope Workshop are mainly Iraqi and Syrian refugees, like Raja here. They have been they're obviously not allowed to work in Jordan, but this is a way that they can earn a little bit of money. This is it's a place where they come to for a bit of a social gathering. It's a place where they learn new skills. إحنا هون شبيبة السريان الأرثوذكس بعمان. بازارنا دائما كل سنة بنعمل بازارات، بيكون بازار قوي زي ما انت شايفة. نحن دورنا بالبازار اللي هو تأجير الطاولات وجذب العالم وعملية اللي هي نعمل دعاية منيحة للبازار. عملنا هاي السنة كبرنا البازار شوي. وافتتحت سمو الأميرة سمية بنت الحسن البازار 17 لكنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي بحضور كاهن الرعية الأب علاء مشربش وبتنظيم من مجموعة كشافة ومرشدات الرعية، حيث شمل البازار على مستلزمات عيد الميلاد المجيد. بحب أني أبارك لكم جميعاً وأبارك لكل الإخوة اللي شاركوا اليوم بالبازار. دائماً العمل الخير الشيء اللي بيفرح القلب، وطبعاً أنا شايف أنه المعنويات كتير عالية، فكل سنة والجميع بخير. وطبعاً العيد عيدين، لما اليوم نكون نحن عم نحتفل بالعيد المولد النبوي بنفس الوقت، فبيكون هذا إذا بيدل على إشي بيدل على التعايش اللي موجود بالأردن. إن شاء الله هاي تكون موسم استقرار وأمن والسلام دائماً لنا جميعاً. نتمنى للجميع أنه هاي السنة تكون فعلاً سنة سلام حقيقي لكل شخص بحاجة للسلام. بشكر أيضاً المجموعة الكشفية في رعيتنا اللي بتنظم هذا الحدث السنوي اللي بيجمع كل أبناء الرعية وكل أطياف الكنيسة وأيضاً فعالياتها، نجتمع كلنا بمحبة يسوع المسيح. البازار بيشمل كل معروضات الكريسماس، عيد الميلاد، كل مستلزمات العيد، والجو عائلي والكل مبسوط معانا اليوم بالبازار. كمان احنا السنة شعارنا كونوا فرحة للجميع، عم نحاول السنة بالبازار
نطبق شعارنا انه نكون فرحان للجميع. صوت جراس واصل بهالليل، زور الناس يا ختيار الليل، خلي الكيس هدايا مخباي وخلي يطير الليل. صوت جراس. وفي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة الهاشم الشمالي افتتح قدس الأب عماد بواب البازار السنوي الذي تقيمه مجموعة كشافة ومرشدات الرعية بقيادة القائد العام للمجموعة عيد دبابنة ومشاركة المعزوفات الكشفية لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السمة وسط حضور بهي من أبناء الرعية والضيوف. ورعى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة بازار الفرح في كنيسة القديس شربل للموارنة في عمان بحضور كاهن الرعية الأب غازي الخوري وجموع أبناء الرعية. فأنا اليوم مبسوط بهالعادة القديمة بأنه ينفتح أو تنفتح الأعياد بأيضا معارض لبيع أدوات ولمساعدة الناس. الأردن أكبر مثال للسلام والمحبة في دول الزوار كلها. الله يديمها نعمة علينا ويديم نعمة وجود عائلة هاشمية زوجة الملك عبد الله الثاني الله يطول عمره اللي بخلونا نعيش في جو المحبة والسلام اللي احنا عايشين فيه. وفي جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية افتتح السيد إحسان حمارنا رئيس الجمعية بازارهم الخيري لطلبة المدرسة الذي يعود ريعه لدعم الأسر المحتاجة في معونة الشتاء في مبنى الأرينا الثقافي التابع للجمعية. بازار جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية هو من النشاطات المهمة للجمعية التي تشرف عليه اللجنة النسائية التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، وهذا البازار يتم في شهر الخير والبركة شهر الميلاد. نطلب من الرب الإله المتجسد في مغارة بيت لحم أن يحل السلام في جميع أرجاء العالم وعلى أردننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. بالنسبة لمشاركتنا هون طبعا زي ما أنت ملاحظ فرح، الجميع فرحان، هذه الأيام أيام فرح، يجب أن ينسى كل حزن ويجب أن نبتهل دائما لكي تدوم الأفراح. نحن اعتادت جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية هي أول جمعية أقامت البازارات من تقريبا من 1957-58، بس كان على مستوى ضيق وكان كله شغل الستات يقوموا فيه. نتمنى بنهاية الحديث إنه ربنا يعيد هاي الأيام على الجميع بالخير والبركة وعلى بلادنا بالسلام وبالاطمئنان وبالأمان. وفي عروس الشمال محافظة إربد احتفلت الكنيسة الأسقفية العربية ومدرستها بإضاءة أطول شجرة ميلاد طبيعية على مستوى إقليم الشمال يبلغ طولها 24 متراً، وذلك بمشاركة وحضور المطران سهيل دواني ومحافظ إربد رضوان العتوم وتواجد حشد من الحضور من شتى المناطق المحيطة بالمحافظة. كما افتتح العتوم البازار الخيري بالمدرسة الأسقفية الذي يرصد ريعه لصالح العائلات العفيفة، حيث قدمت سيدات من المجتمع المحلي منتجات منزلية يدوية. كما قدمت جوقات الأطفال الترانيم الميلادية الشجية التي أطربت الحضور الذين شاركوا بهذا الاحتفال. احتفال عيد الميلاد طبعا مميز بوجود الأسرة الأردنية الواحدة، مسيحيين مسلمين بيحتفلوا بعيد الميلاد، وهذه طبعا بتعزز العيش المشترك اللي احنا بنعيشه بالأردن، وبنصلي ربنا يعطينا السلام والأردن يبقى بلد الأمن والاستقرار. حقيقة انه هذا السنة الثانية اللي انا بضيء شجرة الميلاد، وان شاء الله تكون يعني عام خير ولقدام، والبلد بيظل آمن ومطمئن، واحنا بتعرف احنا الأردنيين سماءنا واحدة وأرضنا واحدة وقيادتنا واحدة الحمد لله رب العالمين. دائما إن شاء الله بسود هالبلد محبة والسلام والتآخي، ويعني أنت بتعرف أنه البلد هي قيمها التسامح والاعتدال،
وعدم الغلو، وإحنا كنا أخوان جميعا في هذا البلد اللي منحبه إن شاء الله، منحب قيادته. وبمشهد بهي أضاء النادي الأرثوذكسي في عبدون شجرة عيد الميلاد برعاية السيد ميشيل الصايغ وعدد كبير من الآباء الكهنة الأجلة، وسط حضور المئات من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن، كما ألقيت العديد من الكلمات التي تثمن الدور الهاشمي في عيشنا أجواء الميلاد بمحبة وسلام. كما قدمت جوقة المدرسة باقات من التراتيل الميلادية وسط أجواء من الفرح والمحبة. كما أضاء سيادة المطران سليم الصايغ شجرة عيد الميلاد في نادي الشبيبة المسيحي في محافظة الزرقاء بحضور مديرة النادي فاتن سميرات وعدد من الأباء الكهنة وجموع الحاضرين. وشاركت جوقة دون أوريوني بمجموعة من التراتيل الميلادية ومعزوفات من كشافة ومرشدات اللاتين الشمال. هلموا بنا نزرع في قلوبنا شجرة المحبة والتواضع وافتقاد الآخرين، شجرة العطاء والمحبة الباذلة، مستقبلين طفل المغارة.